كثير على فكره جدا هنا في المغرب هو ان نتحكموا في حضازون فيرمي بالتليفون ديالنا. كاين واحد الفكره اللي هي كتقول كاين سمارت هاوس ان نتحكموا المنزل الذكي ان نتحكموا بالتليفون ديالنا في لي كومبوزون ديال الدار في البولات في الريموت في الثلاجه بريسه القهوه نتحكموا في التليفون وكل وصفه فين ما كنتي في العمل انا نتحكم في الطبيعه مثلا عندنا الموديل هذا نقدروا نتحكموا في الكومبوزون ديال الدار بالتليفون ديالنا صافي دابا مثلا عندنا هذه الثلاجه ولا عندنا هذه البوله ولا عندنا الباب ديال الدار نقدروا نخدموا في الموقع نقدروا نخدموا هاد الكومبوزون هادو كيتحكموا في بليزيور بزاف ديال الدارات الكهربائيه ماشي غير في دار واحده هذا هو ديالي واللوغو ديالها يوم بليس عندنا لو كورون ديالها 2.5 اي واحد الاضافه اللي جديده اننا نقدوا هذه نكونيكتيوها مع اليكسا ولا مع جوجل صافي ودير باغ لو فوا ديالنا نقدروا نتحكموا ولا اليكسا ما تخدمش في الضوء اليكسا تجي للضوء اليكسا طلع الريدو ديال الصالون واحد 50% اي فوالا سام بروجي جديد داخل المغرب جيسبيغ نلقاو ليه واحد الدعم ان شاء الله تعالى اللي